أيها الإخوة، في هذه اللحظة التي أفاق فيها الجميع لابد أن نراجع حساباتنا حتى ندرك جيدا من الذي كان يصدع بالحق من أول دقيقة، ومن الذي كان ثاقب النظر من أول لحظة. أيها الإخوة، حين سكتتم على الفلول في المجلس العسكري قاموا بترشيح عمرو موسى، وحين سكتنا على ترشيح عمرو موسى قاموا بترشيح أحمد شفيق، وحين سكتنا على ترشيح أحمد شفيق قاموا بترشيح عمر سليمان. يسكت يسكت حكم العسكر، يسكت يسكت حكم العسكر، يسكت يسكت حكم العسكر. أيها الإخوة، وحده وحده بمفرده وقف ليلة التنحي في هذا المكان يخاطب الجموع المغفلة التي كانت تهتف للعسكر أن الثورة لم تكتمل بعد، ووحده حين كان البعض يقول على المجلس العسكري خط أحمر كان حازم أبو إسماعيل يقول هؤلاء ثعالب وذئاب. أيها الإخوة، وحده حين كان البعض يقول إن المجلس العسكري من نعم الله علينا كان حازم يقول المجلس على رأس الثورة المضادة. أيها الإخوة، حين كان البعض يتحدث عن الرئيس التوافقي والحسابات الواقعية كان أبو إسماعيل يصرخ فيكم قائلا أدركوا اللحظة الفارقة. أيها الإخوة، أنتم مسؤولون أمام الله تعالى عن تضييع هذه اللحظة الفارقة. أيها الإخوة، لا تعطوا آذانكم لأصحاب المناهج التوافقية والحسابات الواقعية، فأنتم أتباع من أدرك اللحظة الفارقة من أول لحظة. أيها الإخوة، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن حازم أبو إسماعيل هو مستقبل الثورة في مصر. وأقسم بالله العظيم أن أبو إسماعيل هو مستقبل الشريعة في مصر. أيها الإخوة، حازم سوف ترفعه الصناديق بأصواتنا. أقولها ثانية، أكرر هذه الكلمة عن عمد وعن قصد، فأقول إن حازم أبو إسماعيل هو مستقبل الثورة ومستقبل الشريعة ومستقبل هذه الأمة المنكوبة. إن حازم أبو إسماعيل هو مستقبل أبنائكم ومستقبلكم. حازم أبو إسماعيل إن لم سترفعه الصناديق بأصواتنا. أيها الإخوة، لقد علمتكم الأيام والتجارب، لقد علمتكم الأحداث، في كل حدث كان الصادق الأمين ينذركم قبلها كأنه النذير. وها هم الذين تهكموا علينا يوما يرجعون إلى المربع الأول، إلى حيث المقاومة، وإلى حيث الثورة، وإلى حيث اللحظة الفارقة. أرجو أن نكون جميعا قد تعلمنا الدرس، وأن نكون جميعا قد وعينا القضية. إن هذه اللحظة التي نعيشها هي لحظة سيرفع الله بها أقواما ويضع بها آخرون، فكونوا ممن رفعهم الله تعالى بالمثابرة والمرابطة على ثغر الثورة وعلى ثغر الشريعة وعلى ثغر اللحظة الفارقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صامدون 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 صامدون. ودلوقتي هنسمع كلمة للدكتور.